نستناو تويكا في المنتوجات هذيا باش يجيبهم لنا زياد مشى مشى هز اليوغورت اللي شريته اللي مخلط فيه الزيرو الموج زيرو دونك هز الولد نتاعو باش يصبنا في قوبليت وانا تو في الانتظار باش يجيب لي قوبليت هذوما باش نحاول نطلع انه الزيرو اللي ماهوش زيرو باش نحاول كي نطلع بالنكهه. والطريف في الامر اني عندي برشا ماكليش اليوغورت وناكد لكم اللي انا مازلت ما نعرفش طعم اليوغورت 0%. دونك شكون تجربة فريدة من نوعها؟ هل يستطيع البطل انه يطلع الفرق ما بين اليوغورت العادي و 0% او لا؟ هذا باش نكتشفوه في الفيديو. دونك خليكم معايا. السلام عليكم يا ابطال، مرحبا بكم اصدقاء الابطال في سيري جديدة هذايا. جاك النوم مازلنا ما بديناش. خلنا نعملوا الدخلة بتاع سيري جديدة وديكور جديد. كان لاحظتوا ديكور جديد وكلب جديد وشريط دار جديدة. بفلوس اليوتيوب. شبيك مصدوم زياد ما تخافش مانيش قال ابطال السيريه هذيا ذوقوا نقول لكم تحب تذوق مزروبه ما تذوقنيش انا شنو ذوقوا اليوغورت هذايا. دوك السيريه هذيا كل مره باش نشوفوا منتوجات اكلات تونسيه كي ولا بلايص نمشيو ونذوقوا فيها ونعطيكم رايي كالعاده. لحظه جوعت لحظه الفقره هذيا والسيريه هذيا راهي ماهيش مموله وماذا بينا لما حالك كان تولي مموله كي اكثر فلوس باش الانتاج يقوى نتحصلوا شويه. لكن السيريه هذه راهو كل مصداقيه ما حناش باش نزيدوا حاجات من عندنا. دوك باش نحاول نعطيكم راينا بكل حياد. كان اول مره تتفرج في السيريه هذه ولا كان اول مره تتفرج في اليوتيوب هذه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس باش هكاك يجيك اشعار اول ما تهبط فيديو جديد خاطر مازلنا باش نحكيو على برشا منتوجات. باهي مرحبا بيك زياد في الشان يوتيوب نتاعي. بيك حاجتك. كان تقدم لنا روحك للابطال. عندك شويه غلط. فرموك فيك في عندك يا غورت بالحق زيد برمضان اعزب مسؤول موارد البشريه في نزل صاحب نبداو انا مش عارف مش نبدا ما حاسك كي شوف انا راهو اسمعني كان ذقت منهم ولا تعرف منهم تسكت ذقت ولا ما تعرف ولا نذقت انا قلت لك باش نقول لك ديجا راني انا حطيتهم تو اما راهو براتيكمون ما نجمش نقول لك اما هي راهو وما عمرك ما ذقت 0% يا عادل لا 0% ما عاد في هذه احنا زوز كيف ما ذقناش 0% دونك باش نحاولوا نطلعوا 0% من ماهوش 0% هذه اهم حاجه وهذه هي التشالنج نتاعنا. اسمع نقصت على واحده الشوكولاته هذه ظاهره شوكولا وفيتالي 0% معناتها يقصدوا بها 0% ما فيهاش سكر مضاف معناتها جوست السكر الموجود في الحليب. انت عندك ثقه؟ انا باش نشوف ثقه مش ديما راه اسمع شويه موعظه واخلاق بسم الله ان شاء الله ينفع باه مانيش باش نقول حتى شيء خلينا نشوفك انت شنو هذه واش نبدا يا حبيبي شوكولا شوكولا واو مش عارف شوكولا تحسها شوكولا شوكولا على الاخر دار والله شو ما حسيتش حلوه برشا مش حلوه ما كأنا ما نرجعوش ناكلها معنا لا مش جاتش في الزبرة والماء اللي في الزبرة حليت في الزبرة باش نهبط خمس سنين باسكيت والدنيا دونك جات في الزبرة خمس سنين باسكيت جيت هاي يعني نبداو بالطريق ما نجمش نشوف تحتها لا بيان سور لا هذه حاجة قارصة شوية دونك أنا أقول قارصة شوية ومش قارصة برشا أنا أقول هذه نكهة غلال الجنة حسيت روحي ديجا في الجنة صح هذه هي نتاع نهار يبدا بنين بدر شنو انت تحسك باش تقولهم كل نهار يبدا كلهم نهار يبدا بنين باهي انا نقول هذه نكهة الجنة صحيح اول حاجة نقول نكهة الجنة انت شنو تقول؟ ما يتبع فيا باخذ كيفك يا اخي بالحق لازم كل حاجة أخرى ايه لازم يكون الراي والراي المخالف الرأي مش تولي تتبع فيا الراي والراي المخالف ماشي فرق باهي مره انت تو شد قبلي ايه طار ابدا عندك ايه ايه ما ضربش ساعه تتبنن وتعمل فيها مخلفهم كل ارير قو تتحط على لسان من الاول وفي لسان في وسط لسان تعطيك مطعم اخر وزوز مغارف كي تحسك جعت شنو نقول؟ فيتالي لا مش فيتالي نقول هذه ديديس
تايفين بالغلاب. يولي مولي تايفين ماستر. كيف يا عمي فبريسيتي باي بلاد كان معاكم صغار ولا حاجة يفرجوا بعطوهم البيت الأخرى علاش باش نعملوا في حاجه عيب؟ فما فرق بين تحطها على اللسان من القدام وتحطها على اللسان في الوسط وتحطها في اللسان الداخل. فما فرق. زلنا نحكيو على اليوغورت احنا تولك. فما فرق. الحقيقه هذه ضيعتني جمله. والله ضيعتني جمله. جاء الراي والراي الاخر شو تنسى؟ فيتالي زعما. فيتالي انا شكبت عليك. انا قلت فيتالي وانت قلت هذيك. كيفاش لا انا حطينا هكا تو ظاهرين تو في الفيديو بعد نعملهم كل بارتي شكون الاجابات الصحاح ونعملوا كل بالصوت وكل الجمهور ونعملوا كيزكم تشجعوا حطوا في لي كومونتير شكون باش يربح كي حسب ما تشوفوا فيا وتشوفوا فيا كي شكون عنده خبره اكثر وشما وهي طايره وعنده لسان صرتو لسان خاطر في البنا ما نعرفش علاش مشيت لهذا يا راه كون واضح باش ما نطولوش برشا في الفيديو هذه منتج نكون كان فريز اوه حلوة دي حسيلو مفتش كورومبو هز واحد قالو ما تنجم تكون كان فريز حلوة هز واحد بس تكون كان فريز تنجم تكون واحد بطاطا يا تعرف غفصت فيها انا حسيت روحي بديت افيق لي انا قاعد اغفص اوه قاعد اغفص ما يلزمنيش نخسر ما يلزمنيش نخسر تشالا فما فرق فما فرق فما فرق فما فرق بين تحس السكر وما الزيرو وما الزيرو ماشو انا باش نغش شوية راهو البرودوي هذا لا لا استنى البرودوي هذا انا نعرف مستان سناك هو بدا يجي للسياح البرودوي هذا انا نعرفه مستان سناك ومش عمري ما كليت ياغورت نعرف البرودوي هذا ببليسيتي بتاع ديليست باش تعمل لي معناتها ناخذ فيه اكثر برودوي واحسن برودوي ديليست فيتالي فريز فيتالي فريز فيتالي ما نعرفش اسكو خاطر هذايا تو انا حسيت فيه التروف نتاع التروف نتاع غله طعمش تروف نتاع غله فما تروف ولا حلو هاي ميساج كان خسرنا لا غلطه انا نقول لك هذيك غلطه من تو خاطر نعرف البرودوي هذاك مش هذاك القو نتاعو وكان طلع هذاك نتاع القو نتاعو بالرسمي نتاعو شنو باش نحط ليمون ما ينجمش يكون ليمون هاي نوافق واي وافقني هذا مشي لي شويه جعله كملوا في الفريز باش ما نكسروش المطعم عندي الحق بالراي ولا لا صحيح شنو؟ لا صحيح شنو؟ مش ولا انا نقرر انا نقرر على في امريكا دي ظاهره شنو ظاهره دي ليس دانون ظاهره حلوه ياسر لا شنو ما تنجمش تقول حاجه اخرى بخلاف الدي ليس متاكد منها اللي هي بيضه من الداخل اباي اي وقعنا في الفخ لا سي لا سي ورا شو بدل امشي 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 مش تخسر ورا شو بدل مش تخسر ورا شو بدل رايي واللي باش يخسر باش ياكلهم الكل لا برا في بالو شو بيها هذايا اللي باش يخسر باش ياكلهم الكل لا ما تبدلش رايك بدلت رايك لا ما تبدلش وين كانت وين كانت كانت هنا وين كانت لا لازم يحب يسرق يحب يربح بالسيف اي مش مش مازالوا في ساي تحسها حلوة قارسة قارسة لا مش قارسة لا مش حلوة قارسة قارسة برشا هذه يا حامضة قارسة والجو ظاهر ارتيفيسيال على الاخر زاد هاي برا والجو ظاهر ارتيفيسيال برجع ليه ما تتبعنيش ما نجمش ما نتبعكش فيتالي 0% هادي 0% اي والجو ارتيفيسيال على الاخر وانا واحد من الناس ما نعرفش علاش ما ديزولي الوليد ديزولي فيتالي يا ما نعرفش علاش سامحوني فيتالي جارس الجو ارتيفيسيال على الاخر معناتها متفاهمين فيها هذه واو شاب 0% صعيب شويه هذه زايدين 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 حاجات زايدين حاجات احساس هكا ضربني في خلف راسي شكون يقول لك سيد اللي احنا كل شيء غلط جايبينه بالله كل شيء مقلوب عندي احساس اللي كل شيء غلط خاطر نشوف في ثلاثه بيض وزوز يلا يلا برك نكمل اختيار يكون هكاك من الاول
حاس ما كانش في بالي اللي ناقصه واحد فيرست امبريشن ما كانش فيرست اه يا فيرست امبريشن انجليزي يا مرسي معناتها بالحق الاختيار هكون الاختيار اسمك يكون ديريكت من بعد خاطر مش زيد زيد فيق لا لا اسمك تعدي زيد لا زيد ديكتاتور زيد زيد باش عاد نذوق قسمتوا بالليل عرفت شنو هو المطعم ما عرفتش مش هذيك كنا نذوقوا فيها سير هذيك كنا نذوقوا فيها هذه واحدة أخرى ما نلوش في المطعم تاعها شنو هو هذي نجم يكون هذي هذي بنين تخطط تفكيك هذي بنينة معنا لا فيها كل مطعم متاع ال أنا باش نقول هذي دينيس دينيس 0% تايفين تايفين بلب الليمون لا هذي شاي هذي سايبو هكك لا حط سايبو هكك مش هكك هكك هاي باهي مريك تبع معنا شكون باش يربح اكيد انا باش نربح باللي اسمع ثبت مليح عقلك باش تكتب اي ابدا 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 لا انا بديت تويك حسيتك شميت حاجه غريبه وكريهه جدا لا شميت ريحة مألوفة جدا بالله ماذا بيك ترجع لا للعودة لا للعودة هذه الساعة شبيها مايعة شبيها مايعة اوكي مش مايعة مش محركة هذه تفكر احنا صغار كي تقع الماء صبوه في الزبلة هو الماء هذاك مفيد على الاخر اكثر حاجة مفيدة في الياورت واحنا نكبوه في الزبلة في بالك اليوم يا ادم زدت كبير يا الهي باه مازلت ما قلتش انت راك ما متحبش تقول باش ما تاثرش عليا مؤثر صاحب قاس يا سيد مش حلو هذا ماشي فرق بين فريز ما تو انت تثبت لي روحك قسمت بالله هذا معناتها عندك فريز حاطتها لهنا وحاطتها لهنا انا يعني قلت هذه فريز وهذه فريز وطبعا وهذه فريز وهذه كلها فريز ما بيجمعش فريز ما ريز شنو تنشكر فيك من بكري وعندك مع الميك لاول سينك وتشمه وهي طايره يا خويا تحضر وتغيب تي فريز ما انا نشوفها ماهيش مش حلوه برشا لا اله الا الله فريز معناتها زوز متفاهمين عليها هذه معناتها هذه لازمها تكون ليمون اوتوماتيكمون لكن ان شاء الله زوز ضايعين فيها علق بسم الله اي قارص قارص يا اسرد قارص مش حلو ذقت ما احلى منها والله والله ذقت ما احلى منها معناتها نورمال مو هذه تجي اقرب للزيرو معناتها يا رب يا رب ذقت احلى منها بالحق بالحق نكونوا جديين شويه معناتها ذقنا في القبليات فما ما احلى منها برشا معناتها انها تكون فيتاليه سيترون وماهيش زيرو بزار شويه اوتوماتيكمون نقول لك هذه تطلع هذه تطلع هذه لا تو صحيح دزوا خوطه دزوا خوطه في الشربه معناتها ما تنجمش تكون فريز خاطر هذه الوحيده نجم نبدلوها نمشيو للاخر هذه هي شنو قلنا به هذه ما كنا متفاهمين فيها اللي هي فيتاليه ليمون فيتاليه ليمون فيتالي ليمون فيتالي ليمون فيتالي ليمون هذه تبعني فيها لو حالة ما ميساش ياكم مش فرجوا زوز غلطين لا 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 صح بون زوز غلطين زوز غلطين يا ذي سيدك من سيدك طلعت بيفي بيفي 0% هذيك 0% بيفي زاي ذوق اي بيفي 0% معناتها الزوز غلطين انا فوزيت تكون 0% هو صحيح هو صحيح هذه اللي هي شنو هي؟ بيفي 0% بيفي 0% اللي هي اللي هي فيتالي فيتالي معناها حتى هذه احنا زوز غلطين فيها باهي اي عم لا غلط لا والله لا لا غلط والله متاكد انا والوالده زاده وتعس عليا زاده ما غلطش هذه دينيس فريز مش دينيس فريز دينيس فريز بيفي سامحني سامحني بيفي وين دينيس فريز بيفي 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 لا بيفي فيتالي انا ما تكتب دينيس هي بيفي هذا بيفي ما يعرفش يفرق بين دينيس كيفاش هذه 0% ما هي 0% لا لا مستحيل
بارا بارا اللي بعده وي. هذه سيدك من سيدك اتفقنا انه فيتالي. اتفقنا ايه فيتالي. فيتالي فريز. توش نتفقوا ايه. دينيس فريز. دينيس فريز تقربوا على اللي هي وين دينيس فريز؟ اللي هي هي. احنا قلنا انت قلت فيتالي فريز. واسمع وتتفكر راك في الفيديو قلت مستحيل انا نخلط فيها دينيس فريز. لا انا قلت دينيس فريز. انا قلت دينيس فريز. انا قلت. أنا قلت هي عادية ولا خلاص يروح وصوم إيش أنا ميقبلها بالحق. رجالي هذه بوان ممتازة على الأخر. رجع هات هاتيني طيشنا في الزبلة حرام عليك. بالحق دينيس العادية فريز ما هيش أحلى من الفيتالي بيفي فريز 0%. هل تعلم فيتالي؟ هل تعلم فيتالي فيها عليها الان انك تعلم ولا والسوم معناتها ديجا 0% اخذ معناتها فهمنا فيها زوز طلعنا ضايعين جمله معناتها صدمه كبيره والله. وانا قلبي كيف طلعت فيتالي شني؟ كانت هذه سيدي طلعت فيتالي بيفي سيترون زيرو اللي هي امبوز. اسمع تو اكتشفنا البيفي 0% تاع الفيتالي يخرموا قاعدين يخرموا قاعدين ترى هاتنا ندوق يخرموا على الاخر. تعرف معناها ان الزوز اللي اختار معناها تقول راهي بلا سكر وهي بلا سكر وانت ذوقها تحط في بلاصتها واحدة بالسكر معناها معناتها افهم فيتالي وخيدي راكم راجعوا رواحكم تخر مو راجعوا رواحكم لا خلينا نعاونوا ذوقكم بالك شحنا يا خويا سبحان الله بسم الله. ماهيش احلى من الفريز معناتها هذه شنو طلعت هذه تو هذه سيترون 0% اللي هو طعم السيترون ضايع فيها. سيترون 0% هي هذي معناها واو ضعت انا ضعت. علاش مشكيو بين الفيتالي؟ علاش نعطيو في راينا بكل موضوعية؟ فيتالي وي لاف يو فيتالي جملة فيتالي فريز. اسمع في الاخر معناتها ما نربح فينا حاجة معناتها كل غلطين عملناهم فيتالي فريز معناتها فيتالي فريز اللي هي هذي ليك راه ذوق مرة أخرى هذه في فيتالي فريز عادية مش 0% معناتها ماهيش حلو ماهيش أحلى من الأخرى اللي 0% ماهيش أحلى من الأخرى فيتالي بيفي بك شفاز الكل في البيفي نحاول نقارن في عذر معناتها ما هذه يا سيدك من سيدك واحد امين قال انا قلت خويا يربح من تو انا قلت امين زوز خاسرين زوز ان بوان ان بوان انا قلت انت قلت هذه دينيس انا قلت دينيس وانا اش قلت؟ انت قلت انا قلت هذه دينيس فين باش شوف شكون الرابح من بين هذا الزوز. هو قال هذه دينيس فين خلينا نعملها شوي سينما. هو قال لي دينيس فين 0% وانا قلت هذه اللي هي دينيس فين 0% يا هل ترى من سيكون الرابح؟ شوي دراما او ماي جاد يمين زوز غلطين معناتها فيتالي بيفي هذه فيتالي بيفي فريز وهذه ديريس غير الجنة معناتها زوز نهزو نصف زوز نهزو في أكثر من نصف هذه معناها هذه غير الجنة فكرني البرنامج أول حلقة وآخر حلقة لأني بالحق ضاعت فيها جملة بالحق معناتها خلنا ذوق ديما في تالي بيفي ديريس غير الجنة لا ديريس تايفين هذه الورقة أبرا مو كتبت بالغالق لا حاسك الورقة غالطة حاسك لا صحيح عندي صحيح تبا هي هذه تبا هذه دونك انت عم تنقطع وهذه هي انا باش تتلم الحكايه تخرجني انا لا والله لا
ثانية من الآخر معنا طلعت دينيس طايفين سيترا بلي ترى ثبت فيها دينيس طايفين سيترا 0% معناها في الآخر طلعت لك يا ولد جاي بالشيف الشيف جو خايب خلاص هذي كان تحب ريقك يشيح يا ريت تاعك اسمع كان تحب ريقك يشيح خذ دينيس طايفين 0% تاع عرفتك بالحق تاع كان عملت عمله وحسيت روحك ما تعاقبتش عليها تحب تعاقب روحك عليها تمشي تاخذ قاهم قاهم لا بالحق تشيح لك ريقك تشيح لك ريقك تشيح لك ريقك ريقك تشيح لك ريقك تشيح لك خاطر بالحق كان هذيا مغرفتين منها تخيل معناتها شايح لك شويه تخيل هذه تكون منها برودوي ابوار هكا الكل في نفس المطعم وكبيره كبيره يا معلم دوك اللي حبيت نوصل له من الفيديو هذايا ومن الاكسبيريونس هذايا انكم ميساج مش لازم نحكي حسيت هذه غير الجنه الناس كنا نعرفوهم احلاه باهي ديجا قال لك حس روحهم في الجنه بعد طلعوا مش في الجنه طلع في الجنه في البيفي سترا الحاجه اللي خرجت بها من الفيديو هذايا انه فما مشكله كبيره في الجو ما نعرفش كان منا احنا معناتها ما طلعناش ايه هو شوف هو مش كيسيون شكون ربح انا ولا انت هو ايه راهو ربح خاطر هو ما نصورش كان واحد قال لك اليوم انا مش نذوق الياغورت الكل معناتها كيف الغريب انه كيفاش ما نجمناش نطلعوا البرودويات الزيرو من ماهيش زيرو معناتها هذه مشكله كبيره ممكن احنا كي ذقنا ما كسرناش الجو بشربة ماء ولا بحكايه اخرى يمكن على الاخر ما انا ما تقريش اعذار خاطر ماهوش عذر نورمالمون 0% في انفيق احنا متاكدين منه فيتالي وخيتي هاي ياسر 0% فيتالي سورتو الفريز بالحق اللي جرب ولا كان مازلت مش جربتش جرب وخلينا في لي كومونتير شنو رايك في الفيتالي 0% فريز خاصة دونك اللي حبيت ان نختم به في الفيديو هذي ان نعطيه راينا هكا يكون سامبل سبونتاني وخاصة ان احنا زوز ما ذقناش 0% دونك اليوم اول مرة نذوق 0% واول مرة ويظل اخر مرة معناتها ما فماش حاجة تشجعك انك مش تاخذ 0% خاطر ديجا في السعرات الحرارية كنشوفهم فماش ديفيرونس كبيرة بالحق اللي باش تبدل لك حاجة كبيرة في نهاية الأمر يلزمكم تكونوا تعرفوا كيفاش تقسموا تعرفوا كيفاش تاكلوا حاجات تكون إيكيليبري ما تحرموش بعضكم ما تحرمش روحك علمتوا برشا حاجات ما تحرمش روحك على أساس 0% خاطر راهي أمور متاع التسويق أكثر منها أمور أخرى خاطر يخدموا على الحاجات هذية هذية اللي خلاني بالحق نخمم في السيري هذية أني نذوق ونقول لك خاطر الشركات تو يمشيو برشا في الحاجات هذه اللي هي خاطر توندونس تويك العباد ولات ترانا العباد ولات تخمم اكثر في الحاجات اللي تاكل فيها تحط فيها في فمها وفهم برشا عباد بالحق ولاو يقراو وهذه لازم تولي ثقافه لازمك تقرا الحاجه اللي تاخذها قبل ما تاخذها دونك تقرا لي كومبوزون اللي فيها لي زانغريديون ثبت من حاجه قبل ما تاخذها خويا دونك هذه حاجه مهمه على الاخر وما تدخلوش في كل هوس الكبير نتاع الحاجات او زيرو بلاش سكر دونك ما فماش ديفيرونس كبيره والاكيد شفتوا في الفيديو هذايا وهذا اكبر دليل انه ما نجمناش نطلعوا الزيرو شوف انا عندي راي صغير معناها كان تحبوا لي غلط ما ديروا اللي خدموا في الدار معناها فوالا هذه فكره اخرى دونك ثم الماكينات ثم كيفاش تخمر البرودوي كيفاش تخمر كيفاش تخدم كيفاش تخدم الحليب حاجه تختارها حسب القوم تاعك انت سكر كيما تحب انت مثلا الفكره وحاجه اللي تنتي بعينك هذه اهم حاجه تجمو تاخذوا معناتها اليوغورت هذا ما فما حتى مشكله معناتها ماهوش هو باش يردك سمين ولا باش يضعفك دونك الكونتيتي اللي باش تحكم الحاجات اللي تاكل فيها في نهارك واقعد حاول انك تتحرك حاول انك تترينا وتعمل شويه كليكيليبر ما بين الماكله نتاعك والاكتيفيتي اللي تعمل فيها دونك هذا مختصر الحديث وهذه الحلقه الاولى ان شاء الله ومازلنا مكملين مشكور زياد يعطيك الصحة على الاستضافة ما تنساش تعمل سبسكرايب وخاصة تبارتاجيو فيديو هذه مع أصحابكم وأنا بقالي كنقول لكم سي يو نيكست تايم يا أبطال باي أبطال لا مش باي أبطال